طبعا انا اتوقع ايضا انه كورونا يطور نفسه وراح يظهر لنا جيل جديد المره القادمه من افريقيا. رغم تنفس الصعداء عالميا في المعركة ضد فيروس كورونا، تظهر سلالة متحورة جديدة للفيروس من جنوب إفريقيا وتعيد القلق الدولي إلى أوجه. فالاتحاد الأوروبي يوصي بتعليق الرحلات من 7 دول إفريقية بسبب المتحور الجديد. منظمة الصحة العالمية تصنف هذا المتحور الجديد لكورونا بأنه مقلق وتسميه أوميكرون. يتواصل مسلسل متحورات فيروس كورونا والجديد اليوم أوميكرون. تحذيرات من المتحور الذي يجمع الكثيرون على خطورته وسرعة انتشاره، وإغلاق كامل للطيران مع جنوب إفريقيا ودول إفريقية أخرى، ترتيبات تسارع إليها الدول قبل استفحال المتحور الجديد الذي برز فجأة في جنوب القارة السمراء. جنوب إفريقيا التي رفض رئيسها سيريل رامافوزا القيود التي فرضتها دول عدة على بلاده ووصفها بالظالمة والعقيمة. بدورها قالت منظمة الصحة العالمية إن تقييم الخطر العالمي المتعلق بأوميكرون مرتفع للغاية.